هي أسباب الضغط الأمريكي على الحوثيين؟ هل تريد تطويع ميليشيا الحوثي لإخضاعها لخطة حل الأزمة في اليمن؟ أم أنها تأتي في سياق حربها مع إيران؟ أهلا بكم. إيران لا تسعى لمصلحة اليمنيين. تصريح جديد للإدارة الأمريكية يأتي متسقا مع عدد من الخطوات الإجرائية بحق التدخل الإيراني في اليمن، أبرزها إعلانها عن مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية متجهة إلى ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى عرض مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في اليمن عبد الرضا شهلائي، والمتهم بارتكاب جرائم إرهابية منها تهريب أسلحة متطورة إلى ميليشيا الحوثي. هذا التصعيد أيضا يأتي مع جملة من المؤشرات السياسية والتي تؤكد أن هناك توجها دوليا لإنهاء الحرب في اليمن. فهل التصعيد الأمريكي ضد ميليشيا الحوثي يأتي في سياق ممارسة الضغوط السياسية لإخضاع الحوثيين لحل سياسي؟ موقف الدول الخليجية من الأزمة اليمنية، هل وصلت إلى قناعة بإغلاق هذا الملف؟ ماذا عن مبادرة الكويت لاستضافة مباحثات نهائية لحل الأزمة؟ في قارب لا يحمل علم دولة في بحر العرب، ضبطت البحرية الأمريكية شحنة أسلحة تحتوي أجزاء من صواريخ إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. وبحسب تصريح مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مثل هذه المكونات المتطورة وهي في طريقها لليمن. المصادر أضافت أن السفينة الأمريكية USS سلمت القارب الذي كان يحمل الأسلحة لقوات خفر السواحل اليمنية بعد أن تحفظت على الأسلحة. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لقاء معلومات تؤدي للقبض على مسؤول الحرس الثوري الإيراني في اليمن المدعو عبد الرضا شهلات. وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك إن شهلات متورط في محاولة اغتيال الوزير السعودي عادل الجبير ومخططات أخرى ضد واشنطن والمنطقة. تقريبا هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها واشنطن عن وجود إيراني في اليمن لدعم الحوثيين، وهو ما يشير إلى تصعيد أمريكي ملحوظ ضد الحوثيين. وإن جاء في سياق الضغط على طهران، فما هو الهدف من هذا التصعيد في هذا التوقيت؟ يرى مراقبون أن هذا الضغط لا يعني توجها أمريكيا لمحاصرة سلطة الميليشيا في صنعاء، بقدر ما يأتي في إطار ضغوط لدفع ميليشيا الحوثي لتقديم تنازلات باتجاه التوصل إلى صيغة الحل السياسي في اليمن والتي تدفع باتجاهها واشنطن. لا يبتعد هذا التطور عن سياق التفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة، بل إن المشهد يمضي باتجاه استخدام أمريكا لكروتها الضاغطة على جميع الأطراف لإيجاد تسوية في الملف اليمني تروج لها منذ مدة. حتى اللحظة لا تبدو ملامح وحدود التسوية التي تعدها الولايات المتحدة وشركاؤها في الملف اليمني واضحة، غير أن تصريحات سعودية مؤخرا كررت ذكر أهمية مشاركة الحوثيين في مستقبل الحكم في اليمن دون ذكر أي شروط، الأمر الذي يعني أن مشروع إنهاء الانقلاب وعودة الشرعية لم يعد قائما الآن، وبات الجميع يبحث عن صيغة أخرى ووحدها الشرعية التي تبدو دون قوة أو حيلة لمواجهة هذه المشاريع أو إنتاج خيارات بديلة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور عادل المسني المتخصص في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن إعلان واشنطن لمصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ إيرانية متجهة إلى ميليشيا الحوثي، بالإضافة إلى المبلغ أو المكافأة المالية المقدرة ب 15 مليون دولار لقاء معلومات عن عبد الرضا شهلائي المسؤول بالحرس الثوري في اليمن. هذا الخبر ودلالته دكتور عادل، كيف قرأته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك منذ الوهلة الأولى يعني ارتباط الحركة الحوثية بإيران، وتراقب أيضا هذا يعني تدفق الأسلحة للحركة الحوثية. الأمريكان مثلهم مثل التحالف دعموا الحوثيين
ويحافظوا عليه إلى هذه اللحظة. وربما كانت هناك تقاطعات مع إيران في ما يتعلق أيضا بتثبيت الحوثيين في اليمن، واعتباره أيضا حاجة لكل الأطراف. وأعتقد أنه الأمريكان يعني خطهم واضح منذ يعني بداية انطلاق الحركة الحوثية، كان عراب الانتقال الحوثي إلى صنعاء والسفير الأمريكي وبن عمر، وبالتالي لا يمكن أبدا يعني نسيان الدور الأمريكي الفاعل في مسار الأزمة في اليمن. لكن الآن أعتقد أنه الأمور يعني تغيرت بشكل كبير. المملكة العربية السعودية يعني فشلت في تحقيق أهدافها في إسقاط الحركة الحوثية، أو أنها لا تريد في الحقيقة، لأن الهدف المعلن للعاصفة التحالف هو إضعاف الحوثي وليس القضاء عليه، وإجباره أيضا على الدخول المفاوضات. بمعنى أن المملكة العربية السعودية كانت مع الانقلاب، أو لا يعنيها الميليشيا الحوثية ولا يعنيها الانقلاب بقدر ما يعنيها، وهي هذه اللحظة الآن التي تريد أيضا تثبيت هو فك ارتباطها بإيران. وهذا أيضا أعتقد أنه يلتقي معه الأمريكان ودول التحالف، وهو إضعاف دور العلاقة التي تربط الحوثيين بإيران. وأعتقد أنه هذه اللحظة الآن تراها المملكة العربية السعودية بأنها لحظة تاريخية خاصة، وإن إيران تعيش ظرف يعني حرج جدا، هناك انتفاضة كبيرة واحتجاجات في داخلها وأيضا في العراق ولبنان، تستهدف أدواتها ودورها في هذه المناطق، وهذه بلا شك أضعفت إيران، أو على الأقل يعني ربكت إيران. ويبدو أن يعني اهتمام إيران كبير سينصرف بلا شك إلى مواجهة هذه التحديات الكبيرة التي تعصب بدورها في مراكز ثقلها ومراكز الحيوية في العراق وسوريا وفي داخلها. وبالتالي تريد المملكة العربية السعودية تحريك الأزمة اليمنية، وأيضا استغلال هذا الظرف في يعني السير في اتجاه أيضا تحقيق اختراق للأزمة مع الحوثي. والجميع يدرك بأن هناك مشاورات يعني بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، واعتقد انه هذا الحدث الان الامريكي سياتي في سياق تنشيط هذا الدور والضغط ايضا على ايران في هذا السياق. اذا الضغط هو بالضبط على ايران ام على الحوثيين؟ المملكة العربية السعودية تعلن باستمرار بأنها تحارب الضغط الأمريكي، تحارب إيران في اليمن، والأمريكان أيضا يعني الجميع يدرك بأن أو كذا يصوروا المشهد ويدعون بأن إيران هي من يعني تحرك الأزمة في اليمن بشكل كبير، عن طريق أيضا دعمها للحوثيين بالأسلحة التي رصدت الآن وترصد بشكل مستمر، أو عن طريق أيضا تبنيها المباشر لدعم الحوثيين سواء المادي أو المعنوي أو حتى بصور مختلفة كثيرة، منها مثلا تبني قضية الحوثي بشكل دائم مع أيضا أجندتها في المنطقة بكاملها في العراق، وكما أعلنت بأنها تتحكم بأربع عواصم عربية. وبالتالي السعوديين باستمرار يعني يدعون بأن من أنهم يحاربون إيران في اليمن وليس الحركة الحوثية. ما يجري الآن هو فرصة للمملكة العربية السعودية من منظور أن إيران تعيش أزمة خانقة الآن بداخلها وفي قلنا مناطق نفوذها في العراق و سوريا، ترى المملكة العربية السعودية والأمريكان بأنها فرصة يمكنها أن تمرر هذا الاتفاق مع الحركة الحوثية، خاصة وأن الحرب بالفعل متوقفة منذ زمن بين الحوثيين، وأن أي فشل للمفاوضات فإن هذا سيفتح أجواء المملكة العربية السعودية لضربات الصاروخية والطائرات المسيرة والتي أزعجت وأنهكت المملكة العربية السعودية لفترة يعني في الفترة السابقة، خاصة بعد استهداف أرامكو لم يعد هناك طاقة للمملكة العربية السعودية في السير في هذا المسار، فهي تريد أن تدفع باتجاه حل الأزمة مع الحوثيين بأي شكل، خاصة قلنا كما يعني هي أولويات المملكة العربية السعودية يعني فك ارتباط هذه الحركة بإيران وليس إنهاء الحوثيين. لا، المملكة العربية السعودية ليست عندها مشكلة مع الانقلاب ولا مع الحركة الحوثية بتكوينها الميليشاوي الانقلابي، هي فقط يعني إشكاليتها هي في ارتباط هذه الميليشيا بإيران. نعم، إذن يعني هل تتوقع أن تتدخل إيران والحرس الثوري في تهدئات التصعيد الأمريكي؟
فيما يتعلق بإيران، أعتقد أن إيران تعيش أزمة كبرى. نعم. إيران يعني الآن كل ما يهمها هو كيف تخمد الثورة بداخلها، كيف أيضا يعني تحرك يعني أدواتها أو تنقذ أدواتها في العراق وسوريا. أصبحت هذه أولوية الآن في إيران، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية تستطيع أمريكا تساوم في هذا السياق، يعني بمعنى يعني المملكة العربية السعودية تستطيع أن تتدخل أيضا في إشعال نار الثورة أكثر في الاحتجاجات القضية الشعبية الثورية في العراق ولبنان وأيضا في داخل إيران في الأهواز وغيرها. وإيران تدرك تماما بأن بقدرات المملكة العربية السعودية ودول الخليج عموما على لعب دور في إذكاء هذا إذكاء هذه الاحتجاجات الكبيرة، والتي سقفها يعني وعزمها يزداد بشكل مستمر في العراق ولبنان وداخل إيران. وبالتالي أعتقد أن المملكة إيران ليست في وارد إثارة مشاكل للمملكة العربية السعودية، خاصة وأنها تشهد أزمات متفجرة بداخلها وجوارها. إذن يعني دكتور عادل، هل نستطيع أن نقول أن هذه المواقف تأتي منسجمة مع دعوات إنهاء الحرب في اليمن؟ المملكة العربية السعودية يعني من خلال يعني اتفاق الرياض يعني حققت كما ترى هي وحشدت المجتمع الدولي خلف هذا الاتفاق، ويعني سوقته باعتبار انه يعني اتفاق تاريخي استطاع ان يحقق يعني ان يحتوي الازمه في الساحل الجنوبيه، وهي تريد يعني في حقيقه الامر يعني ترميم صورتها في المجتمع الدولي، وانها مع السلام وانها تسعى بشكل كبير لايجاد حل للازمه اليمنيه التي كانت ولا زالت في وجهه نظر المجتمع الدولي هي المسؤوله عن كل الكوارث الموجوده باليمن باعتبارها قائدة التحالف. هي تسوق الآن لهذا الاتفاق باعتباره أنه يعني إنجاز كبير للمملكة العربية السعودية، وتسير أيضا في نفس السياق في الطرف الآخر أيضا بتسويق الاتفاق آخر الآن مع الحركة الحوثية. الجانب الآخر المهم هو أيضا التهدئة مع قطر، وهذا يسير أعتقد أيضا في هذا السياق، بمعنى أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تمرر أجندتها في اليمن دون أن تكون هناك تهدئة أيضا مع قطر، لأن قطر أزعجتها كثيرا وتثير كثير من الإشكالات للمملكة العربية السعودية. وأعتقد أن التوجه أيضا باتجاه يعني التهدئة مع قطر أو يعني حل الأزمة الخليجية هو له ارتباط كبير ب يعني ما يجري في اليمن. نعم، إذا نسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا بك دكتور علي. لعلك تابعت إعلان واشنطن مصادرة سفينة محملة بأجزاء من صواريخ متجهة إيرانية متجهة إلى ميليشيا الحوثي، وكذلك الإعلان بصدد رصد مبلغ 15 مليون دولار لعبد الرضا شهلائي المسؤول بالحرس الثوري. يعني في إطار هذا الخبر، ما هي معطياتك حول هذا الأمر؟ اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل الان مع الحوثيين مع الحوثيين بسياسه العصا والجزره. هي قدمت لهم الجزره عن طريق المملكه العربيه السعوديه وسعادة المملكه العربيه السعوديه للتهدئه وايجاد تسويه سياسيه والجلوس مع الحوثيين واداره مباحثات معهم، لكن تبقى العصا، وهنا العصا ليست العمليات العسكريه مباشره على الحوثيين ولكن قطع الامداد، قطع الدعم الايراني المقدم لهم. أنا لا أتوقع ولا أعتقد أن أحد يتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت الآن فقط أن هناك مسؤول إيراني يدير العمليات العسكرية في صنعاء. لا أعتقد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني لا تدرك أن هناك إمدادات إيرانية ودعم إيراني بالسلاح وبالخبراء وبالتقنيات الصاروخية إلى الحوثيين عن طريق أيضا البحر. والولايات المتحدة الأمريكية لديها وجود عسكري بحري قوي جدا في سواء بداية من الخليج العربي مرورا بخليج عمان وبحر العرب وخليج عدن. يعني مسألة أعتقد توقيتها يعني مريب جدا. يعني أعتقد نعم، يعني هل برأيك يعني لو توقفنا عند التوقيت، هل هو جزء من سياسة التصعيد الأمريكي ضد إيران في الأونة الأخيرة؟ نعلم أن ما أعلن عنه من مكافأة لشهلائي لم يكن الأول، فقد سبقته إجراءات مسبقة، مثلا في 4 سبتمبر رصد مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي معلومات حول أو من شأنها تعطيل النظام المالي للحرس الثوري الإيراني. في إبريل
مكافأة قدرها 10 مليون دولار لمن يلي معلومات تساعد بتفكيك شبكة حزب الله. في أغسطس أيضا 7 ملايين دولار لمن يلي بمن وصفته بالعضو البارز بحزب الله رؤوف سلمان. يعني هناك العديد من الإجراءات وهذه ربما هي جزء من تلك الإجراءات، هل تتفق مع ذلك؟ ربما جزئيا، لا اعتقد ايضا ان ايران ستتاثر كثيرا بفقدها للحوثي. نعم الحوثي هو حليف مهم وقدم لها تغطيه مهمه في مساله توجيه ضربات الى السعوديه، ضربات التي وجهت الى مركز تصدير النفط السعودي، لكن اعتقد ان هذا الحدث نفسه وتوجيه الضربه الكبيره الى المركز الرئيسي لتصدير النفط السعودي هو من حرك الولايات المتحده الامريكيه، وهو من حرك ايضا المملكه العربيه السعوديه، واعاد صياغه استراتيجيتهم في التعامل مع الحركه في اليمن والتعامل مع حركه الحوثيين. ما يجري الان هو محاوله فصل الحوثيين عن ايران. ايران استغلت الحوثيين، الحوثيين ايضا استغلوا ايران، كانت هناك علاقه زبائنيه بين الطرفين، الكل يبحث عن مصالح. لكن عقائديا ليس الحوثيين بذلك الطرف الذي يمكن ان نعتقد انه يعني تابع لايران مثل ما حزب الله او الحزب الشيعيه العراقيه، هناك انفصال سواء في الجانب العقائدي او في الجانب الهدف السياسي بين الحوثيين والايرانيين، ولكنهم استغلوا الظرف الاقليمي واستغلوا تحالفهم ضد المملكه العربيه السعوديه واستغلال مصالح كان بينهم. لكن الان الولايات المتحده الامريكيه ايضا هي بالتاكيد اذا ما خسرت ايران الحوثيين كحليف مهم واستراتيجي في اليمن، طبعا هذه ستوجه الضربه الى ايران، ولكن ليست تلك الضربه التي يعني تعيق المشاريع الايرانيه في المنطقه او تحبطها بدرجه كبيره. الحوثيين ايضا هم حليف مهم للايرانيين ولكن ليسوا الحليف الاهم. ما يجري الان هو محاوله للضغط على الحوثيين، تقديم لهم عروض مغريه باعتبارهم جزء من مستقبل اليمن وجزء من مستقبل التسويه السياسيه في اليمن، وعرض عليهم ما نسبته 25% من مناصب الحكومه المفترض ان يتم تشكيلها بعد الاتفاق السياسي وبعد التسويه السياسيه او خلال المرحله الانتقاليه، وهذا يمثل انجاز كبير للحوثيين لانهم لا يمثلون هذه النسبه ابدا، سواء يعني من خلال تركيبتهم من خلال حجمهم السياسي او حتى حجمهم السكاني والديموغرافي ايضا في اليمن. الولايات المتحده الامريكيه ايضا تحاول الضغط على الحوثيين باكثر من جهه باكثر من طريقه، منها ايضا اعتقد هذه الطريقه قطع الامدادات عليهم، الضغوط ايضا على بعض الشخصيات المحسوبه عليهم ايضا، واعتقد هناك ايضا ضغوط غير مرئيه ايضا. وعلينا ان ننسى ايضا ان الولايات المتحده الامريكيه لا ترى الحوثيين كعدو بالنسبه لها. الاستراتيجيه الامريكيه في اليمن او حتى في المنطقه العربيه قائمه على ضرب الاطراف القوى السياسيه الاسلاميه بطرفيها ببعضها البعض، هم يضربون الحركات الجهاديه السنيه بالحركات الشيعيه بالحزب الشيعيه، وفي اليمن ايضا هم مارسوا نفس السياسه، استخدموا الحوثيين لمواجهات ما يمكن تسميته بالتطرف السني او بالحركات الاسلاميه السنيه الجهاديه، وهم لذلك يرون الحوثيين كحليف اكثر ما يرونه كخصم. الحوثيين بالتاكيد لديهم خطاب ديماغوجي ضد الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها عدو وباعتبار اسرائيل عدو ويتمنون لها الموت، لكنه خطاب مجرد خطاب دعائي لا معنى له ولا وجود له على ارض الواقع. بالعكس الحوثيين خدموا الامريكيين بشكل كبير جدا في المنطقه عن طريق ايضا حربهم مع السعوديه وايضا عن طريق ايضا وضعهم في اليمن بمواجهتهم لاحزاب سنيه يعني محسوبه على الحركات الجهاديه في اليمن. اذا هناك نوع من التحالف الغير منظور الغير مكتوب بين الولايات المتحده الامريكيه والحوثيين. الان تغيرت الاستراتيجيه، الولايات المتحده الامريكيه والمملكه العربيه السعوديه من ورائها غيروا استراتيجيتهم في اليمن بعد ان وصلت المساله الى تهديد مصادر النفط، وهذه مساله لا تقبل بها الولايات المتحده الامريكيه ولا ايضا المملكه العربيه السعوديه. عندما وصلت هذه المساله الى تهديد مصادر امدادات النفط العالميه حولت الطرفان استراتيجيتهم، والان هم يحاولون اقناع الحوثيين بفصلهم عن الايرانيين ودخولهم في تسويه سياسيه. نعم، هل هذه التسويه السياسيه دكتور علي هل من مصلحه السعوديه الان ان تدخل في سلام مع الحوثيين؟ في اللحظه الراهنه نعم، في اللحظه الراهنه نعم، لان المملكه العربيه السعوديه بعد ان تلقت هذه الضربات القويه، طبعا مساله احراج المملكه العربيه السعوديه كان احراجا عسكريا وسياسيا، والان وصل المساله الى ضربها في قدرتها الاقتصاديه، هذه المساله اصبحت مساله
يعني لم يعد بالإمكان السكوت عنها أو الصبر عليها. لذلك هي حاولت وهي تدرك تماما أن من وجه لها ضربة ليس الحوثيين ولكن إيران عن طريق الدعاية الحوثية والغطاء الحوثي والغطاء أن هناك حرف اليمن والحوثيين يدافعون عن أنفسهم. هم يدركون ذلك تماما، ولذلك الآن المسألة وصلت المسألة إلى أنه الآن اللحظة الراهنة المملكة العربية بحاجة إلى سلام مع الحوثيين. هذا السلام الآن المؤقت ربما قد يمتد إلى سنة سنتين. السعودية ستعيد ترتيب أوراقها، ستعيد ترتيب استراتيجيتها في اليمن، ولكن في اللحظة الراهنة في هذه اللحظة الراهنة هي بحاجة إلى سلام وإلى تهدية مع للوضع في اليمن مع الحوثيين. طبعا الحوثيين هم القوة الرئيسية الموجودة الآن في اليمن، وهي القوة الضاربة التي تستطيع إيذاء المملكة العربية السعودية، ولذلك السعوديين لا يريدون المضي في هذه المسألة إلى في هذه الحرب. طبعا سببت لهم إحراجات كبيرة وسببت لهم أيضا خسائر مادية وعسكرية كبيرة أيضا. إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. أعود لك دكتور عادل. ربما طرح الدكتور علي العبسي في بداية حديثه تساؤل وهو عن التوقيت، يعني هل يعقل أن أمريكا طوال هذه الفترة لا تعلم أن هناك يعني مسؤول بالحرس الثوري في اليمن، يعني حتى الآن تعلن عن مكافأة لمن اللي بالمعلومات عنه؟ أنا أعتقد أنه يعني هذه الأحداث الآن توظف في طريق دعم أيضا مخارج تسوية في اليمن. لم يعد هناك يعني القدرة لشن مزيد من الحرب في اليمن، الجميع هناك. اليمن أيضا وضعه الاقتصادي والسياسي يعني مزري إلى والأمني والعسكري. المملكة العربية السعودية بعد أرامكو وبعد الانكشاف الكبير مع أيضا يعني التقنيات الجديدة للحركة الحوثية المتمثلة بالصواريخ والطائرات المسورة المسيرة أصبح وضعها هش وغير قادر أيضا على لجم هذا الانفلات الكبير فيما يتعلق أيضا بهذا المسار العسكري المتطور للحوثيين. الحوثيين أيضا انهكوا عبر يعني هذه الحرب الطويلة والمستمرة، وبالتالي الجميع الآن يبحث عن مخارج لهذه التسوية. المملكة العربية السعودية في حقيقة الأمر هي ترى في هذه التسوية يعني مخرج يمثل أولوياتها في اليمن. التحالف كان يعني يقلق من مشروع الثورة، مشروع الشرعية، مشروع المخرجات الحوار عقب ثورة فبراير، يعني تدخلت لإضعاف هذا المسار وهذا التيار، وهذا ما جرى الآن. يعني هناك يعني تنوع لميليشيات كثيرة في الشمال والجنوب، وهناك أمر واقع فرضته في الشمال وأمر واقع ايضا في الجنوب، وبالتالي الشرعيه الحلقه الاضعف فيما يجري ايضا من يعني فيما يجري في اليمن، وهذا ايضا كان مخطط له من قبل التحالف. واعتقد انه الان اللحظه مواتيه ايضا لتمرير اتفاق تسويه لا تكون الشرعيه هي الفاعل الاساسي بخلفيتها الثوريه وايضا المتطلع اليمن قوي وغير ذلك، وبالتالي اي تسويه الان ستضمن الحد الادنى من المطالب السعوديه وهي في اضعاف هذا التيار، وبالتالي ايجاد واقع ممثل في الحركة الحوثية وأيضا في الميليشيات الانقلابية في الجنوب. الجميع يتفق أو يلتقي مع أيضا على ضرب الشرعية وعلى ضرب المشروع اليمني، وهذا ما يحق يعني تريده المملكة العربية السعودية ويريده أيضا الأمريكان. وبالتالي لا قلق الآن من المشروع اليمني تراجع بشكل كبير لصالح أجندات معارضة له. بالتالي أعتقد أنه اللحظة يعني هو التي يعني هذه اللحظة هي التي تريدها المملكة العربية السعودية، ولذلك هي الآن تسير في هذا السياق، سواء فيما يتعلق أيضا بالاتفاق مع الميليشيات في الجنوب والذي لا ينهي الأزمة، بقدر ما يعني تريد أيضا أن تخطو خطوة في اتجاه أيضا خطوة أخرى في الشمال ولن ينهي أيضا الأزمة، لأنه الأزمة في اليمن تقتضي أن تعالج الأسباب التي ولدت هذه الإشكالية، ويجب أيضا أن تدخل من بوابة الشرعية وحاضنتها الشعبية الكبيرة. يعني إغفال أو الاستهتار بدورها الشرعية وبالشارع اليمني لن يؤدي إلى حل يعني دائم للأزمة اليمنية، لكن المملكة العربية السعودية هي معنية بهذه اللحظة، قلنا مع انفلات الأمور في الساحة الجنوبية ومع أيضا يعني تطور الضربات الحوثية للعمق السعودي وبعد أيضا أرامكو، يعني أصبحت المملكة
المملكة العربية السعودية مضطرة الآن للخروج من هذا المأزق وهذا الوحل التي يعني وقعت فيه. وبالتالي الظرف الآخر متعلق أيضا في الصراع مع إيران. قلنا إيران الآن تعيش أزمة كبيرة، لا تستطيع أيضا أن تدفع بالحوثيين إلى مزيد من التصلب ومن مزيد أيضا من المعارضة وتزويدهم أيضا بأسلحة. هذا البعد أيضا يعني الآن الأمريكان يقفوا لإيران بالمرصاد، لأن الأمريكان أيضا مصلحتهم أن إنقاذ المملكة العربية السعودية في المقام الأول، والدفع أيضا بالتسوية طالما أن التسوية تحافظ على أولويتها المتمثلة أيضا في إبقاء الحوثيين في كفاعل أساسي في أي تسوية قادمة في اليمن. إذن هل نستطيع القول أن هذه المواقف كلها تأتي منسجمة مع دعوات إنهاء الحرب في اليمن؟ نعم، أعتقد أنه أنا هذه يعني رؤيتي، أنه الأمور الآن تسير في اتجاه حل الأزمة في اليمن، تسير في اتجاه أيضا تخفيض التصعيد. الجميع يدرك الآن أن المملكة العربية السعودية لم تعد تستهدف الحوثيين، ولا الحوثيين أيضا يستهدفوا المملكة العربية السعودية. الجانب اللي كان المقلق فيما يتعلق أيضا بمسار المعركة مع الحوثيين مع المملكة العربية السعودية هو من جانب الحوثيين هي الطائرات المسيرة والصواريخ، ومن جانب أيضا المملكة العربية السعودية الطلعات المستمرة التي كانت تستهدف الحوثيين. هذا توقف تماما ولم يعد هناك نقاط يعني ساخنة بين الطرفين، وهناك أيضا مشاورات يعني أعلن عن يعني عنها سابقا من الطرفين، وهناك أطراف إقليمية ترعى هذا الاتفاق، والأمور تسير في هذا السياق. يعني ماذا عن استمرار دعم الإيراني للحوثيين؟ الدعم الإيراني سابق، لكن أنا لا أعتقد أنه إيران يعني هي يعني حجر عثر أمام أي اتفاق في اليمن، لأنه إيران الجميع يدرك لا يوجد اتصال جغرافي ولا حتى تاريخي مع الحركة الحوثية. الحركة الحوثية يعني ليست هي حزب الله ولا أيضا الحشود في العراق. الحركة الحوثية يعني هناك يعني كثير من العوامل التي يعني أدت إلى إظهار الحركة الحوثية بهذا الشكل الكبير في اليمن. البعد الأول يتمثل أيضا في دعم التحالف نفسه للحركة الحوثية، إبان قلنا تفجر الثورة في اليمن عقب ثورة فبراير. وبالتالي أيضا الأمريكان لهم استراتيجية واضحة في اليمن وفي المنطقة بشكل عام، وهي دعم الأقليات، وهذا واضح أيضا في الحشود في العراق وفي حزب الله وفي اليمن وفي حبتر. الأمريكان يقفوا مع هذه الأقليات في المنطقة ويدعموا أيضا يعني جهودها في طريق أيضا يعني تثبيتها في هذه البلدان. إيران أيضا دخلت في الخط بعد أن استطاعت الحركة الحوثية أن تصل إلى صنعاء، وتبنت أيضا هذه الحركة ودعمتها أيضا بالأسلحة وتبنتها دعمها معنويا، وبدأ الاتصال الإيراني الوثيق والمكثف مع الحوثيين. لكن أعتقد أنه الأمريكان والمملكة العربية السعودية وأيضا الحوثيين بإمكانهم أيضا تجاوز هذا البعد، إذا ما رأى الحوثيين بأن مصالحه أو يعني مطالبه ستتحقق من أي تسوية قادمة في اليمن. وبالتالي المملكة العربية السعودية تدرك أنها يعني إذا قدمت التنازل المطلوب للحوثيين فإن الحوثيين يعني سيضحون في النهاية بعلاقتهم بإيران في سبيل أيضا يعني يحققوا مطالبهم في اليمن. نعم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ عدنان هاشم الباحث والمهتم بالشأن الإيراني والخليج من مأرب. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وأبرك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. منذ الحرب أستاذ عدنان وسلسلة موقف إيران الدعم للحوثي لم تنتهي، لماذا برأيك أعلنت واشنطن مصادرة سفينة محملة بأجزام صواريخ إيرانية وأعلنت بالمكافأة بقيمة 15 مليون دولار لشهلاء مشرف الحرس الثوري في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي بأن الضغوط الأمريكية وإن كانت تظهر موجهة إلى دماء الحوثيين، لكنها في الحقيقة تضغط على إيران من ناحية أخرى. تحاول إشارة المجتمع الدولي الأوروبي على وجه التحديد أن إيران مستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 22 و31 الخاص بالاتفاق النووي، إذ يمنع هذا الاتفاق من التجارة بالأسلحة من دون الحصول على إذن من السلام حتى أكتوبر 2020. أيضا هي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن التعاطف الأوروبي مع النظام الإيراني هو يسيء لآليات مجلس الأمن. في نفس الوقت
فإيران بإشارة إلى موضوع اليمن هي تحاول بشكل كبير أن تشير إلى أن إيران لم تحسن سلوكها في المنطقة، وبذلك بأن الجرائم التي تبعتها الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني هي سليمة، وأن الاتفاق النووي الإيراني أتاح لإيران المزيد من الثقة بإرسال الأسلحة وأيضا إطلاق المنطقة. من الملاحظ أيضا بأن الإعلان حول المكافأة للقائد الحرس الثوري الإيراني تم إعلانها عبر براين هوكل مدير قوات المتحدة الأمريكية الخاص بإيران في مؤتمر صحفي، ورئيس من قبل وزارة الخارجية الأمريكية التي عادة أو المسؤولين الأمريكيين المتعلقين بالشرق الأوسط والخليج العربي. هذا يشير شيء كبير بأن هذه القرارات أو التوجه الأمريكي والضغوطات هي تشير إلى إيران أكثر من إشارتها إلى الحوثيين، وإن كانت بشكل أو بآخر تعزز المفهوم بأن إيران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الحوثيين من أجل الوصول إلى اتفاق سلام في البلاد. إذا من حيث التوقيت أستاذ عدنان، هل الأمر على أقب التفاهمات الحاصلة بين السعودية والحوثيين؟ باعتقادي بأنه جزئيا نعم ربما يكون له علاقة، لكن له الجزء الأكبر له علاقة بالضغوط الأمريكية باتجاه إيران. الولايات المتحدة الأمريكية هي راعي رسمي للمفاوضات بين السعودية والحوثيين، وهي أيضا جزء منها تقوم بعملية الوسيط بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية. من سبتمبر أيلول تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالدفع باتجاه اتفاق سلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية خارج الحكومة الشرعية. أيضا هناك مساعدة بريطانية أو قناة خلفية بريطانية موجودة في الأردن من أجل الوصول إلى ذات المضامين. واعتقادي بأن هذه الضغوط وهذه الدبلوماسية الأمريكية وأيضا تقوم بها سلطنة عمان تخص تقدم بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقد لاحظنا ذلك بشكل واضح من خلال الإفراج عن الأسرى وأيضا عن رفع الحظر الجزئي عن مطار صنعاء. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ عدنان، أعود إليك بعدين أسأل الدكتور عادل. يرى الأستاذ عدنان أن هذه الضغوط سواء إعلان شهلائي بالنسبة للحوثيين هي كلها متجهة للضغوط على إيران بالدرجة الأولى، ما رأيك؟ أنا أعتقد أنه موجهة للحوثيين أكثر منها من إيران. إيران لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمارس عليها ضغوط، فهناك الآن يعني أزمات كبيرة جدا يعني في العراق، في لبنان، في داخل إيران. نعم، هي بالتأكيد ضغطت عليها في هذا الجانب وهذه واحدة. أنا لا أرى أن الأمريكان يتبنوا هذه الثورات أو على الأقل يدعموا هذه المطالب. هناك خذلان كبير لمطالب الشعوب والاحتجاجات الشعب العراقي واللبناني وأيضا في داخل العراق. المايكري يعتقد أنه له علاقة بالحوثيين. إيران تريد، الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيصال رسالة خاصة، وأن هناك مفاوضات الآن ومشاورات مع الجانب السعودي بأن الأمريكان قادرين أيضا على قطع تماما التواصل مع إيران وعلى الإمساك بأي سلاح يمكن أن يصل للحوثيين، وهذا مقلق بشكل كبير للحركة الحوثية، خاصة وأن الحوثيين يعتمدون بشكل أساسي على الأسلحة الإيرانية المتطورة المتعلقة أيضا بالصواريخ والمتعلقة بالطائرات المسيرة. الجميع يدرك بأنها أسلحة إيرانية، ليست بإمكان الحركة الحوثية كما تدعي إنتاج هذه الأسلحة المتطورة التي تستهدف المملكة العربية السعودية إلى أقاصي يعني المملكة، سواء كما رأينا في أرامكو أو الرياض أو غيرها. وبالتالي يعني رأينا أن هذه القدرات تتطور بشكل مضطرد، وبالتالي هذا يعكس تماما يعني حجم الإمدادات الإيرانية للحركة الحوثية والتي تعتمد عليها بشكل أساسي في تغيير ملامح المعركة مع المملكة العربية السعودية، وأجبرتها على التعاطي معها ولا الدخول في مشاورات. قطع هذا الخط مع إيران هو مقلق للحركة الحوثية، وأعتقد أنه رسالة ضغط للحوثيين للتماهي أو السير في والتعامل بجدية مع المشاورات التي تديرها أطراف إقليمية مع الحوثيين. وهذا التوقيت يعني أعتقد أنه له دلالته في مسألة دفع الحوثيين لقلنا التعامل بجدية وتقديم التنازلات والتوافق حول صورة معينة لإخراج اليمن من هذه الأزمة. لهذا أعتقد أنه هذا التوقيت الأمريكان هو
قاصد يعني الضغط على الحوثيين، والا الامريكان يراقبون بشكل مستمر ولديهم قوات ولديهم يعني قدرات كبيره جدا سواء على الاقمار الصناعيه والقوات المنتشره في الخليج او في البحر الاحمر، قادره ايضا على وهي تراقب قلنا وترصد منذ البدايه تدفق هذه الاسلحه، خاصه وان حجم الاسلحه كبيره وظاهر ايضا للعيان من خلال ايضا قلنا هذه العمليات التي استهدفت المملكه العربيه السعوديه. لكن اعتقد ان هذا التوقيت ياتي في سياق هذه في سياق المفاوضات وممارسه الضغوط على الحركه الحوثيه واجبارها على التعاطي الايجابي مع المشاورات الحاصله لها. اذا لو في نهايه حديثك استاذ عدنان كنت تتحدث عن يعني لجوء السعوديه لبعض الخطوات منها الافراج عن 200 يسير وايضا فتح مطار صنعاء لرحلات طبيه وانسانيه، ولكن اود ان اسالك حول لجوء السعوديه للتفاهم مع الميليشيا، كيف تقراه؟ بالتالي بان السعوديه قد وصلت الى نقطه النهايه بشان الحرب في اليمن، هي تعتقد بان من الصعب هزيمه الحوثيين، وهي ايضا تتعرض لضغوط دوليه بشان انهاء الحرب وايضا تخفيف الضغط على الحكومات الغربيه بشان بيع السلاح للمملكه العربيه السعوديه. ايضا السعوديه قادمه على رئاسه مجموعه ال20، وبالتالي بان السعوديه ستحاول ان تنهي ملف الحرب في اليمن قبل حلول القمه. في نفس الوقت هناك مشكله متعلقه بالتفاهمات الحوثيه السعوديه. تشير التفاهمات الى ان السعوديه تشترط على الحوثيين بعدم التعامل مع ايران، ولا يكون هناك ولا تكون الجماعه الحوثيه وكيلا لايران في اليمن. في اعتقادي بان من الصعب ايجاد اداه قياس مناسبه لهذه المساله، ولذلك ستحاول السعوديه الخروج بدماء الوجه باعلان الحوثيين باعلان الحوثيين انفكاكهم عن ايران وخروجهم عن محور المقاومه الايراني، لكن سيستمر علاقه الحوثيين بايران لان اصبحت العلاقه بين الجماعه وايران هي علاقه عضويه مستمره وعلاقه اكبر مما كانت عليه قبل بدء تدخل العلاقه التي تقودها المملكه. اذا بعد مرور 5 سنوات استاذ عدنان، هل نستطيع القول ان السعوديه فشلت في تكوين تحالف امام ايران؟ نعم، باعتقادنا القول بان السعوديه فشلت بشكل كبير بايجاد تحالف مواجه ايران، واعتقادي بان السعوديه في النهايه ستذهب الى تفاهمات مع ايران من شان الامن في مياه الخليج العربي. اذا ما حدثت تطورات اخرى من الداخل الايراني، تعتقد السعوديه بامكانها اسقاط النظام في ايران، لكن في نفس الوقت باعتقادي بان المخارج السعوديه الان تدرس اكثر من مبادره من سلطات عمان، مبادره ايضا من الكويت، ومبادره اخرى من باكستان وايضا من اليابان بشان التفاهم مع ايران خلال الفتره القادمه ستقوم بشكل كبير. وايضا المملكه السعوديه هي تحاول الخروج من ازماتها المحيطه من اجل التفرغ الى مساله الاقتصاد السعودي ورؤيه 2030 التي يقودها محمد بن سلمان. نعم. اذا اعود اليك دكتور عادل. دكتور، يعني هل التحالف عجز عن إدانة إيران في الحرب باليمن ودعمها المستمر خلال هذه ال5 سنوات حتى تأتي أمريكا في مثل هذا التوقيت لتتحدث عن هذا الدعم؟ التحالف كان مشغول بأولوياته باليمن، كانت له سياسات يعني تتعلق ب طموعه في اليمن. الإمارات كانت يعني هي من تتحكم بشكل أساسي في إدارة الملف اليمني، والإمارات يعني شواغلها يدركها الجميع، أنشأت ميليشيات كبيرة في الساحل الجنوبية وفي الساحل الغربي، يعني متعلقة أيضا بأهدافها وتطلعاتها في بناء إمبراطورية في اليمن، سيطرت على المواقع الاستراتيجية في اليمن فالمطارات والموانئ، وأنشأت هذه الميليشيات في النهاية يعني دشنت انقلاب على الشرعية، وهي تحاول أيضا عبر هذه الأدوات أيضا فرض يعني أولويتها في الساحل الجنوبية. الإشكال أن المملكة العربية السعودية أيضا تماهت مع هذا الدور الإماراتي، وكانت لها مصلحة أو لهما مصلحة في السيطرة على هذه المواقع وعلى التمدد على حساب الشرعية اليمنية الضعيفة والمنهكة والتي انهكت بشكل متعمد من قبل هذه الدولتين، وهذا له ارتباط ايضا بهذه المطامع. الجانب الاخر انه الحركه الحوثيه استفادت، وايران والحركه الحوثيه من هذا الانكشاف للتحالف، والذي كان معارض تماما
الأهداف المعلنة وهي الحرب ضد إيران وأجندتها في الساحة اليمنية. الإشكال أنه الحركة الحوثية استطاعت أن تستفيد من هذه الفوضى، وأيضا إيران مدتهم بأسلحة متطورة كبيرا غيرت تماما معالم المعركة في اليمن، وأمطرت المملكة العربية السعودية بشكل متواصل بالضربات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت وأنهكت المملكة العربية بشكل كبير. كان آخرها يعني أرامكو الذي يعني دمر قدرات المملكة العربية السعودية الاقتصادية وأظهرها بهذا الشكل الضعيف والهش. بالتالي أعتقد أنه بعد أرامكو بدأت المملكة العربية السعودية تفكر بشكل مختلف تماما، تحاول أيضا إيقاف هذا الانهيار الكبير سواء على المسار العسكري أو على المسار السياسي وعلى مسار حتى سمعة المملكة العربية السعودية وعجزها أمام هذا المنحى الجديد في المسار العسكري. إذن أستاذ عدنان، هناك دعوات أعلت بخصوص السلام الشامل في اليمن، هل يعني تعتقد بوجود تفاعل أو استجابة دولية تجاه هذه الفرضية؟ ليس طالبا أن المجتمع الدولي هو يبحث عن الخروج من الحرب في اليمن وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. لا أحد يحدد أن تستمر الحرب في هذه المنطقة، لكن المجتمع وأيضا المجتمع الدولي هو يلاحظ بأن التحركات الإماراتية السعودية لم تعد مجدية في اليمن، وأنها أكثر ما تقلق الملاحة الدولية أكثر مما يقلقها الحوثيون، انتشار ميليشيات كرموبي والمندب ترعاها الإمارات، وأيضا المملكة العربية السعودية متواجدها في المهرة وتأثيرها على سلطنة عمان وأيضا على البحر الأحمر، وزيادة المشكلات في تلك المنطقة يؤثر بشكل كبير على المصالح الغربية والمصالح وفي نفس الوقت المصالح اليمنية. باعتقادي بأن الجميع هو يبحث عن الخروج من حرب اليمن بأي طريقة، والحوثيين يعرفون هذا بشكل جيد ويبنون على ذلك وجودهم في مصدق أو في عمان. إذا شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث المهتم بالشأن الإيراني والخليج، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. أعود إليك دكتور عادل. دكتور، يعني هل تتوقع أن موقف دول الخليج من الأزمة اليمنية أو من الحرب اليمنية جراء ضغوط أمريكية، أم أنها وصلت إلى قناعة بانسداد هذا الملف وأنها أخفقت في إدارة الحرب وبالتالي بات عليها إغلاق هذا الملف؟ أعتقد كلا الأمرين، يعني الإرهاصات ومضاعفات الفشل التحالف وولد أيضا نقمة المجتمع الدولي واتسعت الرقعة بشكل كبير في المجتمع الدولي، جراء أيضا الأزمة الاقتصادية الأزمة الإنسانية في اليمن، الحصار الخانق للشعب اليمني وما نجم عنه أيضا من كوارث متعلقة بالأمراض وبتردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن بشكل كبير، وبقضية الإرهاب ونشوء أيضا الجماعات المسلحة والميليشيات التي تحمل السلاح خارج الإطار الشرعية في الساحة الجنوبية بشكل كبير. هذا كله يفجر قلق كبير للمجتمع الدولي وعلى مصالحه أيضا في اليمن. الأمر المتعلق أيضا الآخر متعلق أيضا بالحركة الحوثية وارتباطها أيضا بإيران وامتلاكها لأسلحة باتت تهدد أيضا المصالح البحرية في باب البندم وغيرها، ورأينا أنها استهدفت في أكثر من مرة يعني سفن في البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي هنا قلق كبير من يعني هذه تردي الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية في اليمن بشكل كبير، جعل المجتمع الدولي يضغط على التحالف يعني إخراج اليمن من هذه الأزمة الكبيرة. الجانب الآخر هو الفشل فيما يتعلق أيضا بإيجاد يعني تسوية للأزمة اليمنية سواء في شكل بشكل يعني سياسي أو عسكري. المملكة العربية السعودية لم تستطع أن توجد حل مرضي سواء لها أو للمجتمع الدولي. هناك أزمة كبيرة، أزمة في المحافظات المحررة وأزمة أيضا مع الحركة الحوثية. التحالف بات ملزما الآن بإيجاد حل للأزمة اليمنية، وأعتقد أنه بدأ الآن يستجيب لهذه الضغوط، الضغوط الدولية والضغوط أيضا الناجمة عن الفشل في إدارة المعركة. ماذا عن الحديث عن مبادرة الكويت لإنهاء هذه الأزمة أو يعني مبادرة مباحثات جديدة، ألن تكون تكرار لما حدث؟
الآن الصورة مختلفة، قلنا الجميع الآن يدرك بأنه يعني لم يعد هناك يعني أمل في الحسم العسكري أو في المضي في إطالة مدى الحرب، يعني الجميع هناك. المملكة العربية السعودية بعد هذا قلنا التطور العسكري المتعلق أيضا بالأسلحة الإيرانية التي يعني صارت يعني نقطة فارقة في المسار العسكري المؤلم بالنسبة للمملكة العربية السعودية بعد أرامكو تحديدا، أصبحت تفكر بشكل جدي في إيجاد حل للأزمة في اليمن. الشرعية يعني القصدي الفوضى الحاصلة أيضا في المحافظات الجنوبية، حاولت المملكة العربية السعودية عبر الدفع ب يعني اتفاق جدة يعني حل الأزمة، لكن الأزمة هذا الاتفاق لم ولن يستطيع أيضا حل الإشكال، خاصة وأننا نرى يعني الانهيار يعني يوما بعد يوم. إلى هذه اللحظة بعد مضي شهر لم يستطع أن يجد له قدم في الساحة الجنوبية، بالتالي هذا أيضا قد ينفجر في أي لحظة في وجه التحالف. وهذا أيضا يعني شكل نقطة مهمة جدا في سياق الأزمة اليمنية، خاصة أن المملكة العربية السعودية هي التي تقود التحالف، ورأينا أن هناك انقلاب في على الشرعية التي جاءت المملكة العربية السعودية، وهذا الانقلاب مدعوم من دول التحالف وبالتحديد من دولة الإمارات، وهذا شكل فضيحة للمملكة العربية السعودية. إذا المملكة العربية السعودية عندها رغبة الآن لطي أزمة الصراع في اليمن. الحوثي ايضا يشعر بان هذه ايضا فرصه، خاصه ان المملكه العربيه السعوديه بدات تدرك بانه يعني بدات تدرك بان حل الازمه اليمنيه لن يكون الا عبر التسويات وعبر المشاورات، وهذا بالنسبه للحوثيين فرصه اعتقد انه سيتعاملوا معها بجديه من خلال، ولهذا الكويت تحاول ان تلتقط هذه الفرصه وتدفع ايضا بالعمليه السياسيه الى الامام. اذا شكرا جزيلا لك دكتور عادل المثني المتخصص في العلاقات الدوليه، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام الى نهايه هذه الحلقه من المساء اليمني، شكرا لمتابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.